اللي تلعب عند التاج وهكاك تخلص قضيتك بالوقت وبالك ارتاح. لاكاسيون 17 هي خدمات بسيطة سريعة آمة وتسهل لك حياتك. البريد التونسي خدمتكم تسعدنا. يوم الصباح من 6 ل 9 جديد ومجدي في يوم سعيد. إن شاء الله يومك سعيد، إن شاء الله نهاركم مبارك. مرحبا بكم على موجاتكم، موجات إذاعتكم الوطنية التونسية. السابعة صباحا وعشرين دقيقة، وقيت نتصحوا عناوين جرائد اليوم. وصلنا أربعة جرائد. كيما كل اثنين أربعة جرائد. لا وصلوا لنا أربعة جرائد، أنا فبالكش جرائد تصدر، ليش فكرة المصور؟ عادة ديما أربعة جرائد نهار الاثنين. المصور راهي تصدر. البيان يظهر تصدر المعطيات هذيا. فما زاد الشارع المغربي تز اليوم يظل انا وصلوا اربع جرائد باش نقدموه قراءتنا في صحف اليوم. جرائد اليوم جولتنا في جرد اليوم ومع جريدة تونس تبدو اللي في افتتاحيتها عن حصيلة متباينة. كتب اليوم في لجنة الطرق قراءة تقييمية لسنة أولى من رئاسة سعير الجمهورية التونسية. البيلون ميتيجي وحط علامة حط علامة تعجب في تحليل قراءة وأيضا ما حققه ولا ما قام به قيس سعيد في سؤولة من قرطاج من حكم في قرطاج المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. الافتتاحية ذهبت في القراءة الليلية والنادية لهذه السنة. نتأمل كون السنة الثانية يكون أفضل من الأولى خاصة في السجل هذه وفي الحصيلة هذه كانتش حسب القراءة في مستوى تطلعات التوانسة وانتظارات التوانسة وانتظارات الكبرى. ولكن الموضوعية اللي يقوم عليها والتعليم عليها انطلاقا من لطفي لرقة تأتي الصحة شلون يكب السيد رئيس الجمهورية حب ياخو زمام البوبلة فيه وحتى لو كان يطبق مشروعه وانشائنا اللي عامله واللي تحدث عليه في برنامجه الانتخابي ما نجمش مش يلقى برشا صعوبات. رئيس الجمهورية دون حزام سياسي دون حزب وراه أو لا برلمانية ولا إلاف برلماني وراه يمكن في بعض الكتل كتلة أو اثنين في مرة قبل تشكيل الحكومة كانت متناغمة شوية هكا مع السيد رئيس الجمهورية لكن رسميا ما نقوش احنا عندنا ائتلاف برلماني حول السيد رئيس الجمهورية ما ورازم اللي وراه ومعادلة خارقة العادة هي هيك بتجي تشوفها وراه حزام شعبي وراه انه نتائج في الانتخابات قياسية وراه انه فما ناس خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في مساندة مطلقة لسيد رئيس الجمهورية. كيف نستثمر هذا الحزام الشعبي ونحوله إلى حزام سياسي إن شاءنا؟ كيف نصلح ما يجب إصلاحه الآن؟ هذا الكل بيد قيس سعيد. ننتظر مبادرات ننتظر ماذا سيفعل فينا الثانية من حكمه في قرطاج خاصة بعد سيطرته على نتائج صبر الأك كما قاعد نشوفه في كل هذا يؤكد لك أنه راه حزام شعبي أي سعيد وقت اللي ندخلوا للصبر راه هو يكاور وحده تلقاه في المرتبة الثانية 60 نقطة تقريبا أو 50 نقطة على صاحب المرتبة الثانية. هذا مهم أما كيف تحويله إلى واقع سياسي بقى في مستوى أنه حزام شعبي ماهوش حزام سياسي وفي نظام برلماني معدل انشانا في حاجة أكيدة أنت إلى هذا الحزام السياسي ولا البرلماني باش نجم تشتغل وتنجم تقدم مبادراتك وتنجم تحكم كما تريد في تطبيق المشروع نتاعك لأنه سيد رئيس الجمهورية الآن
نجم تقول ما باليد حيلة في بعض الملفات، وقلناها أكثر من مرة ونعاودوها. في السلطة التنفيذية اللي مقسومة يقول بين رأسي السلطة التنفيذية، لا لا مش مقسومة، ثلاثة أرباع في عند هشام المشيشي في القصبة، وربع تقريبا وقل شوية من ربع لخصيص كان نحكي باللغة هذية عن قيس سعيد قرطاج. هذا هنا يطرح علامات استفهام أن وزر والمعادلة الصعيبة نجم نترجو فيها ونقولها هشام المشيشي غير منتخب عن 80% تقريبا من السلطة التنفيذية، قيس سعيد منتخب إجماع سيدي من التونسيين تابع توان تخبو قيس سعيد أو ثلاثة أرباع الناخبين، خلينا موضوعين والمعلومة صحيحة، ثلاثة أرباع الناخبين اللي شو انتخبوا في 2000 انتخبوا قيس سعيد مع رئيسكم نظام الحكم هذاك هو علاش قلت كيفية استثمار هذا وتحويله إلى واقع انصح به هذه المنظومة أو نرجع أمور في المنظومة، بالك شي ما نصحش منظومة الحكم نصلح القانون الانتخابي مثلا كان صلحناه هو ينعكس إجابة لواقعنا السياسي وعلى كيفية إدارة التشريع العام في البلاد وكيفية توزيع السلطة التنفيذية. هذا لابد من حوار عميق بين كل مكونات المجتمع التونسي، من أحزاب سياسية، من مجتمع مدني، من منظمات وطنية، من شخصيات وطنية، حاوروا ونشوفوا شنو الحلول. نمشي للعنوان الثاني في تونس يبدو اهتم بصندوق البر وعاد في رأس بجائحة كوروف منتشر طرحت عد أسئلة حول تصرف أموال الصندوق. زاد نعمل العملية وزاد واضح لابد أنه يخرج سيد وزير العليا ولا رئيس الحكومة ولا وزير الصحة، الصحة ما يحبش يخرج برشا في العمل شي عارف يخرج حسب ما مش نعلق على هذا، لكن لازم يخرج يوضحوا هذه النقطة للشعب التونسي من فورتوت. خلي تف وين صرفت لا وين صرفت فما تضارب في التصريحات وما عادش مفهوم العمل. باهي نواصل مع جريدة لابريس. لابريس كتبت حول تدهور الوضعية الوبائية وقالت من تنقل التونسيين في أوروبا. القرار التوصيل جاء من البرلمان الأوروبي ريستريكسيون سور لي ديبلاس لي تونيزيان اونوتو لابريس اليوم، وبالتالي أكد هذا كونه فما تخوف من الوضع الوبائي في تونس وعند التونسيين فما تخوف، وهذا يعني عنده انعكاس سلبية كبيرة على التوانسة اللي عايشين في تونس من ناحية، حتى التوانسة اللي في الخارج كان يهبط لهنا يمكن كان يجيب شي يرجع قال لهم عشان ما يرجع مثلا، انعكاس كبير. والانعكاس هذا اللي هو انشان اجتماعي وسياسي وللمحافظة على ومقاومة الوباء، ولكن عنده زادة انعكاسات اقتصادية على البلاد وعلى العباد. طيب الناس اللي يقضوا في تونس شنو باش يعمل هذا القرار؟ فما اجراءات شفت في المانيا وسفر فرنسا تحدثوا في هذا الموضوع، فما اجراءات فما حالات خاصه اللي نجم تمشي وتراعي كذا، لكن بتحاليل وباجراءات الوقائيه. اما احنا ناكدوا مره اخرى كونه ما اتخذناه من اجراءات الى حد الان لمقابله تفشي الوباء ما عطاناش النتائج اللي نحبوا عليه. معناها راهو نجمو نقولوا الكلام هذا اعطيها الصحه اللي طبن عليا اللي صرحت قالت غلطنا او مش غلطنا صرحت قال هو احنا اقترحنا ما تحش الحدود هكذا وفتحنا باجراءات معينه، ولكن صار ذات من القطاع السياحي حسب هي طبيعه الحال وفتحت الحدود دون تطبيق البروتوكول كما يجب ودون الاجراءات اقترحتها العلميه بو عليها، لأنه تهزنا إلى الراجع الواحد هو زاد روحانا وقت الراجع الكفر فيها حتى شيء. قلت لي ناقص ما ناقش، قلت العدوى الليل كثر يا سيدي العدوى، هاكم عملتوا الكفر في المناطق اللي خاروها الولايات طبيعة الحال، ولكن النتائج ما تبعتش، الولايات قاعدة تثر والأرقام ما عادش عشرات آلاف، نقراو بالآلاف في كل نهار نهارين أنا بالآلاف العدوى قاعدة تتفشى بشكل خطير، مع حوشة أخرى باش نقول لكم على
المنظمة العالمية للصحة البارحة مدير عام المنظمة العالمية للصحة شو اللي قال؟ يعو البولين رؤساء جمهورية الحكومات باش يوقفوا الدراسة غير المدارس ويقول لك راهو اختار غير ورئاسة القادمة أكثر من اللي نعيشوا فيه. إذا كان يظل يقواها يقصد وزير الصحة هذا يشوف هذا أكيد لا يشوف هذا أكيد يشوف هو ما شاف صندوق 18 ما عطيناش عليه التفاصيل والجزئيات صرح به كما يجب للتوانسة شوفها يدور لي شوفها مع سيدة الحكومة ويأخذوا فيها قرار نرجعوا نعدلوا ما مشيتش الأمور هكا نلقى طريقة أخرى نواجهوا الوباء ما عندناش حلول ما عندناش دواء ما عندناش لقاح عندنا الوقت نحسن فيها ونعدلوا فيها ونراجعوا أمور نواصلوا مع جريدة الشوق شوق من عناوينها غضب عارم الدول الإسلامية وحملات لمقاطعة المنتوجات الفرنسية بعد الإساءة للرسول الأكرم فرنسا تمس تمس حاجة ما تمسش معنا بالحق عند المسلمين عندنا الكل استفزاز تحصل هذه سياسات وقناعات كما صح رئيس الجمهورية الفرنسية هي سياسة وقناعات عندهم وحتى في ظل الدعوة للتراجع هم ما تراجعوش على التصريحات يقول لك سنحافظ على هذه الحريات وسنحافظ على أن الكاريكاتور ودعم حرية التغيير وذلك لكن طالبين التراجع على المقاطعة المنتوجات هي حملات ورضا معنا ضد الله أنا شو نقوله لهنا تعليقنا احنا تعليقنا الوحيد راجع انت سياسك عارفش تحدث على مقدسة الديانات وخاصة الدين الإسلامي انه فما حاجات ما يسمح بها حتى حد بدنا نسمحوا بها لا تقول لي هذوما بعض الإسلام السياسي لا لا المسلمين الكل ما يسمحوا لكش لا إسلام سياسي لا طرفين لا أبيين لا درجة ما تدخلنيش هذا في هذا هذا ديننا عنيف والإسلام سمح متاعنا المعتل الناس الكل المنخرطة فيه بجميع قال آخر مذهبه سني وشيعي وكذا ومالي وكذا راهو ما تتمش القدسات الإسلامية لأن مراجعتك أنت كفرنسا ثم هالمقاطعة أنا ما نقرأ في الكاس المعبي المقاطعة عطتني أنت فرنسا مادام تدعو للتراجع المقاطعة يعني أعطينا درس المقاطعة راهو شكل من أشكال المقاومة نقاوموا غلاء أسعار نقاوموا العبد المجمع هي بالمجد زعما يقاطعوا الزقوقو ما نعرفش أنا مقاطعوا أنت مقاطعوا والله لا عاد نكلموا ولا نسلم عليه ولا الراش حتى هو سمو 40 دينار بخلال الفاكهة نتاعو كان فاسوا من الفاكهة 40 دينار فما أكثر الوان الثاني في جريدة الروق يقول اقتحها الهاروني ورفيق عبد السلام مبادرة لتأجيل مؤتمر النهضة عبد الهاروني رئيس مجلس الشورى هو اللي اقترح ورفيق عبد السلام اللي هو معناها مستشار قيادي في حركة النهضة وتجمع علاقة عائلية بالغنوشي ونسيبه زوج بنته هكا ولا لا بالضبط معناها المبادرة رائعة جدا اللي هو قالوا اخروا عام وعامين مؤتمر ونفصلوا بين الزعامة والرئاسة نفصلوا بين الزعامة والرئاسة ورئاسة الغنوشي مش تحطوه شو يحط زعيم حطوه في الزوز اذا البعض يقول لك نحط الزعيم الرئيس نمشي للعنوان الثالث في جريدة الشروق فما حاجة موجودة في التاريخ متاع حركة الإخوة المسلمين تعرف شنو المرشد العام وانت يحطوا المرشد لا ما في التاريخ فما المرشد العام اي موجودة في التاريخ في تاريخ حركة الإسلام آخر من المرشد العام نسيتو أكبر خير كيف سيد قطب سيد نمشي بالعنوان الثالث في جريدة الشروق يقول سيطرحها رئيس الجمهورية قريبا المصالحة الاقتصادية هل حلوا أزمة تنمية في الجهات؟ صح؟ إن شاء الله إن شاء الله مشروع قريته شوي
في برشا حاجات باهره ينجم. قريته نشرته جريده من الجرايد نهار الجمعه. نشرته المجهر. المجهر وقريت المرأة. في حاجات ايجابيه تنجم عندها انعكاسات ايجابيه على التنميه في الجهه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يتقدم ويتعدى ونمر لحاجه اخرى نمشي ونخدم. حجم الخدمه. خوفا من خصم أيم الغيب مصابون بالكورونا يتكتمون على مرضهم. هاي الكارثه الكبيره توا هذه كارثه. أنا خايف انه باش ينحيوا له الايام ولا ربش اليوم باش يعملهم كونفينمون هو يخبي اللي هو اصيب بكورونا. موجود راهو عند البعض. يمشي يخدم. يمرض ويمشي يخدم. ويمشي يخدم تقول له شبيك يقول لك ليه قريب وكذا. قريب. اي موجوده معناها اذا كان عليها الشروق انطلاقا مرادها والصحافي خدم عليها زوز ولا ثاني اعرفهم خدموا هم مصابين الاعراض ما كانتش قويه برشا نهار الاولين فقط على خفيفه نهار الاولين فقط ما تحدش وكانت فما فشله كبيره يقولوا لي وما نجمش حتى في الفرش وكذا فيما بعد ولات هي الاعراض مش يخدم ما ثق به حد بصحيت. وهو بعد 10 ايام يولي ما عادش يعدي ما قبل لا يعني في الخامس يوم ولا الرابع يوم شو خدمه موجوده وهذه على خاطر خايف من الغياباتي نعمل جريمه حق زملائه ثم الاداره هنا الاداره لازمها تتصرف سواء في القطاع سواء في القطاع العمومي تفرض قوانين سريكت يعني عندك شبهه ولا مريض تشد الدار ونرحم لك ولا نعوضهم لك نخلصك فيه اخويا ولا تروحوا من الكونجي انويل نتاعك ولا غير ذلك. نمشيو بسرعه. العنوان الاخير في جده الشروق يقول جديد الكورونا تواصل مسلسل فرار الموت بين ظفرين من المستشفيات يعني هو تيب. امبارح يهربوا فيهم وعركوا معروف كذا وبعمليه بحث والقوى العامه مشات وراحت الى ما كان هي وفما حتى الدفن دفنوا عاودوا جبدوه كذا فما لخبطه كبيره حي حال كورونا ماشي مستنسين ما نعرفوهاش ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا معاه لكن ضروره الالتزام هنا من طرف المواطنين الناس الكل اذا راهو فما اجراءات خاصه بالموت الله يرحمهم عمهم راهو في سمتكم انتم راهو المحافظ على سمت المجمع الوطني قاعدين يقوموا بها ناس قاعدين يجتهدوا ما يعرفوش صحيح قلنا فما تضارب شويه تداخل لكن الواقع نعيشوا فيها احنا مش احنا وحدنا في العالم الكل يعيشوا فيه ما يدوش في العالم عملوا هكا باش نختموا ما قريتش لا في فرنسا عملوا هكا لا في ميت هرب كان عندنا احنا وزاد صارت عندنا تبادل الموتى نمشي ونختموا بعناوين الصباح الاسبوعي العنوان الاول يقول احمد ونيس الصباح الاسبوعي هذه مؤت نجاح لقاء الفرق الليين تونس اللي ينطلق لهم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم هما يكون شرف لبلادنا اللي احتضنت هذا اللقاء الحوار هاو الحوار ينجم يجيب بنت رائعه لقائنا في نواصل سليم بسبس للصباح الاسبوع يقول مشروع قانون الماليه يتضمن فصولا تهدد السلم الاجتماعي ان شاء الله يا رب السلم الاجتماعي معناها مشينا معناها نستوى مشينا برنا العنوان الثالث في الصباح يقول تسبب ضعف الخصوبة وأمراض سرطانية إخلالات في تعليب المواد الغذائية موضوع متابع كل ما خرج لنا ملف في خوف بدو عند المعلبة وكهو مبدئيا نمشي للعنوان التالي في الصباح الأسبوعي 193 وقت في 6 أيام تونس أمام الأسبوع الأخطر الأسبوع هذا الأخطر على كل اختيار وان شاء الله تتحرك الحكومه لازم تتحرك فما لابد من الحرك سيد الجمهوريه لازم تتحرك لانه رئيس الامن القومي الامن القومي المجلس المجتمع وصلنا مرحله صعبه برشا كثيره برشا اذا كان مش ربعوا يدينا رانا مش نوصل الكمامات وخاصه اللي يدين باهين باش نستردوا شويه على لمتنا لكن حاضر التجول وهما ما زازوش ما فاوش صحة أخرى يلزم مراقبة إجراءات التحرك ضروري لا نختم بالعنوان هذا في الصباح الأسبوعي بين تمديه ومحاولات إرضاء الجميع هل يدفع المشيشي الثمن؟ تمرده بين ظفرين حاليا يعني
انا نقول والله والله الوضعيه اللي فيها السيد رئيس الحكومه معناها صعيبه برشا بين النقاط السندينة. رئيس حكومه يقولوا برا احكم وما عندك حتى شيء باش تحكم، ما عندكش معناها بالضبط ما عندكش باش تحكم. الحزام كنا نحكيوا عليه البرلماني ما فماش، ما عندوش الحزام السياسي مش بعد يقولوا الوساده والوساده والوساده غلبت الولاده وشنو يقولوا شنو نعملوا؟ ايش يعمل رئيس الحكومه باش يمر القوانين؟ او عنده قانون الماليه تكميلي وعنده قانون الماليه ايش يعمل؟ كيفاش باش يخدم؟ كيفاش يمروا لو كان يكونبوز با معناه؟ يلزمه انا قلت قاعدين خيط نتاع مشكل خيط لي هذا شريته سناره نتاع بحر قاعدين مش معناه العام صعيبه. ف حتى لو كان هو ما يقولش يمكن راي الحكومه ولكن احنا كيف نقراو مرة هون اخاك لابطل مش للترويكا البرلمانية الجديدة ويتحدث معها ويكوزي معها هذا ما هو موجود امامنا. الوضع هذي ريخة جدا. قدوة الترويكا هذي البرلمانية ما تتفهمش مع السيدة الحكومة لانه هذا هي عنها وعودها اللي لازمت عندها برنامجها لازمت عند بعض الوزارات او بعض المسائل اللي تحب تقفل واللي في المعتمدين رئيس مدير عام تاع كذا عندها امورها ولا لا؟ اذا كان يخلفوا شعنا وقت الامور شو الموضوع الاولاني اسقاط الحكومه فاي اي اي راهو بالنسبه لياس الفخفاخ هذاك ركول وقراءه ما هوش هذا الموضوع اللي مشى عليه لياس الفخفاخ خاطر قال لا الى طرف مع ارفضت توسيع الحكم قال لا هاي او عندنا ملف حاضر او شو بتدار مصلح فبتري نجمو التاريخ يعيد نفسه اذا كان ما يقولش اي في كل حاجه طبيعيه شو يقولوا له هم لا ونعاودوا نعاودوا من جديد ابني من جديد عاد وقعد فسخ عاود عرفت الرقم القياسي وين وصل الرقم القياسي حكومات لبنان ولا ايطاليا حكومه اللي تشد شربها صرت لنا ست شهور ديجا وصير ما صرناش نشد الرقم القياسي نحبوا نعملوا ريكورد ندخلوا به 8 ولا ان شاء الله اللي يا ربي يخليوها تكمل للعام نتاعها باش تخدم حتى البلا ولاو يضحك لينا نتفاهموا مع رئيس الحكومه اليوم وحكومه اليوم غدوه نلقاو حكومه اخرى غدوه نرجع غدوه نلقاو حكومه اخرى تبدل لا واللي يجي ما يكملش راهو يبدا من جديد الحكومه الاخرى كانت سياسيه حول حزام سياسي نجي نلقى حكومه هذيا تكنوكرات وما راهوش حزام سياسي واحنا ماشيين وهكذا دواليك يستنى محمد ماشي اشكال تبقى هي العمليه مسلسل مكسيكي ما يقفش شكون يخلص الفاتوره؟ التونسي التونسي والتونسي. السابعة صباحا و 42 هنا في تونس، شكرا لك على كل هذه المعطيات القراءة ونور التقديم يا مال الجندوبي. احنا وقت باش نعملوا طلع المعدة الوطني الجوي بلك في قراءتنا الأولية قلنا فما باش نتاع مطر هذا يأكدوا اليوم ولا محرز الغنوشي أنا راهو نعتمد على ما يقوله محرز الغنوشي.